أكو قصيدة للشيخ الوائلي رحمه الله قراها بمهرجان الشعر بال63 على ما أظن، يقول بها مقطع من المقاطع المهمة، يقول: بغداد يومك لا يزال كأمسه صور على طرفي نقيض تجمع، بالقصر أغنية على شفة الهوى والكوخ دمع بالمحاجر يلذع، ويصان هذا لأنه من معشر، ويضام ذاك لأنه لا يركع، ويد تكبل وهي مما يفتدى، ويد تقبل وهي مما يقطع، الله، وغدا تسوم بنا يدا مسمومة، متسنن هذا وذا متشيع، بغداد يا زهو الربيع على الربا بالعطر أعطت والسما تتلفع، يا ألف ليلة لا تزال طيوفها سمر على شطان دجلة يمتع. الله الله والله الله. يا أستاذ محمد، أستاذ نجم، ألف رحمة على روح الشيخ الوائلي. هذه الحقيقة من 63 بمهرجان المربد حاشيه الوائلي، ألف رحمة. فتتخيل شقد الزمن عاثر وواقف بالعراقيين من ذاك الوقت. إذا ترجع إلى جميل صدق الزهاوي، معروف الرصافي، اللي يقللهم أنه القوم في السر غير القوم في العلن، لا يخدعنك مو صراخ القوم بالوطني، فالقوم بالسر غير القوم في العلن. وهكذا لما تسمع الجواهري وغيره، هذه قصص ترى رافقتنا، وكأنها تتحدث عن لحظة عراقية عاثرة ووقف بين الزمن، وبعد هذا الزمن واقف. يعني لا محمد الشياع السوداني ولا الأكبر منه ولا الأصغر منه، ولما تمخض الجبل ولد ما ولد، يعني يبقى السيد محمد الشياع السوداني كشخص، يعني احنا نعرفه على المستوى الشخصي رجل محترم، رجل معتدل، رجل مواقفه ما بيها مثلا عنصرية، ما معروف عنه في يوم من الأيام أنه فاسد، كان الرجل دائما بعيد عن الطائفية عن التصعيد. بس هذا لا يكفي، يعني الرجل شي يريد يصير، هو إجا نتيجة صراع مسلح بين طرفين شيعيين، واحد فاز بالانتخابات وقالوا له ما تشكل حكومة، والثاني جمعوا الخاسرين وقالوا لهم بالقوة شكل حكومة. وهاي المعادلة انتجت غصبا على الأكراد تعالوا، غصبا على السنة تعالوا، غصبا على العراقيين احنا نحكم، اجت الحكومة. يعني جت بهالطريقة، يعني جت وفق معادلة محاصصة، اجت وفق معادلة يعني اصطفافات طائفية، اجت وفق معادلة إقصاء لإرادة الشعب ولصوت المرجعية ولصوت الشباب، وإجت وفق معادلة إبعاد التيار الصدري اللي هو طرف أساسي من الأطراف. فالرجل محمد الشياع السوداني يعني إجا وفق هاي المعادلة يعني.